كاميرون. سانينكوف وهدف. وفي المباراة الثالثة في المجموعة الثانية ورغم التقدم الروسي المبكر بهدف من ضربة جزاء إلا أن السويد حققت انتصارا غاليا على روسيا وبثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هدف للسويد هو هدف التعادل. هدف التعادل للسويد. تورن يعكسها دخل وجزء عليه. جول 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 للسويد. هدف جميل جميل جميل. هدف رائع. هدف رائع للسويد وايضا من الاسمر الذهبي. هذا هو الهدف. تاهلي يتواضع وينحني لاندرسون. اندرسون يدعي لي. جول 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 للسويد مع روسيا وايضا يدفع بنفسه الى المقدمة على صدارة الهدف.